السلام عليكم. لا جريمة أبشع من استهداف مدني أعزل ولا مجرم أنذل من قناص يختار ضحيته العزلاء البريئة وهو يدرك أنه في مأمن من الرد. تلك هي حال قناصين مسلحين بمشاعر كراهية ضد كل ما هو إنساني. أطفال ومدنيون يسقطون بشكل شبه يومي في مدينة تعز تحديدا، منهم من يتوفى جراء إصابته ومنهم من يعيش حياة مليئة بالعجز والألم، يدفعون ثمنا باهظا لوقوفهم أو مرورهم من مرمى بندقية قناص يعتلي خرابة ما ويتلذذ بضغط الزناد كلما لاح له طفل أو رجل أو امرأة. قصة طفلين أصيبا برصاصتين من رصاص الحوثيين في مدينة تعز. أحدهما كان نازحا مع أسرته على متن باص، والآخر أصيب بينما كان برفقة والده. نجا الطفلان من الموت لكنها نجاة ناقصة، فلا يزال أمامها كثير من الألم وكثير من المعاناة مع إعاقة يبدو أمل التخلص منها ضعيفة، وحقهما في العلاج بعيد المنال. دعونا نشاهد هذا الفيلم عن الطفلين المصابين عدي عبد الواحد وربيع عبد السلام ثم نعود. وصوبتوا هنا بالشكل هنا، وعملوا لي عملية بالبيض طلعوا الكلية، والثاني بالظهر طلعوا الرصاصة. كانوا شو طلعوا لنا تركيا الدفعة الثانية، قالوا لا طلعش. أشي خرج مع أصحابي لعب، أشي درس، أشي مشي مع أصحابي. ذكتم الجلسة أخي كان قهوة بين الغراب من قبل حبشي لا لا تعز واقين، وقال له أخي قال له رصاصة هنا، ودونا للبريهين. بعد له الرصاصة بعمل الكلية بعملية والرصاصة بعملية سنتين عملية عنين. أيوة. بعدين الرصاصة دخل الحبل الشوكين، قالوا دحش إنه الرصاصة دحش الحبل الشوكين، ذحين مثلا ما يتحركش أرجله ما يتحرك إنش. بعدين لما يقوم كذا إحنا نساعده يكون ما يحس بالبول ولا ببرز ولا بي. بعدين نساعد احنا نكر على البول هذا ما بش قصة. في حد ساعده من الحكومة؟ إلا إيش ده؟ لا مسفر بش الخارج. قالوا سفر بهم ما نزلش الاسم، نزلوا الاسم الأولين طلعوا الأولين، ودحين ما نزلش اسم أخي. أنتم من قبل حبشي من تبشعة قبية تبشعة مزحتهم بسبب الحرب لهم. أيوة. بعدين نزحنا لهنا واستقرنا هنا وجلسنا. عادوا زيد ودونا مستشفى العباس على قلنا ركان الفقرة ما يشراقع على ما هي والعمود الفقري، رجعنا وركبوا العمود الفقري سوا. بعدين رجعنا لهنا لحم ما نغدش ندلي كله ولا شيء، أصلا العملية عادرة طيب ما نغدش ندلي كله ولا نسد حوله. كان وصلنا قبل 10 بعدين ودونا للمستشفى. قنص الحالة ولا في حد تعور؟ لا كان البص مليان مليان، بس هو قنص الحالة دخل الرصاصة من الرتفة الأولى للرتفة الثاني وقال له هنا. هو من احنا 9 عيال بنت. الوالد موظف ولا لا؟ مش موظف، اشتغل شغل الحمية اشتغلش. اما العملية حق مشيش في العباس، اما رجعوا له الفقرة وهذا صرح يدور بياس وهذا، ولا هو ما مش بيده ولا لحد، بس هذا ما تعور اخين صرح لهنا ولهنا ودور 85 يعني 850 صرحنا مشيش في العباس. بعدين أكت راجعنا مع مشيش في العباس قال لنا 650
لكم، دفعنا احنا، اكد دورنا من اهل الخير، وان دولنا دورنا الله لكل دكان، من دكان لدكان، من كل مكان. يعني قال لك كم تعبر الحوثي بالحافلة، بعدين قال الرصاصة الحوثي هنا، والحوثي يشتي رجع الحافلة وراء يشتي عالو قلنا، والحوثي قيش يضرب على الحافلة، والحافلة رجع وراء والقنص لقى أربع رصاص الحوثي حبة حبة، والشضايا قال له الشضايا زيدة قال له من الباص، قال له بعده شضايا مشيش في العباس عباقذين باللحمة وما سكوش بعد النهم باللحمة. يجلس يتألم، احنا بس نرقده لا قام نقوم نساعده. وصعبنا البريهن اي يعني جنبوه في الحافلة، صعبنا احنا البريهن ديك الساعة بعد الله الشضايا والكلية طلعونا قالوا خلاص ما نصبحش. ايوه بعد الكلية عاش على كدي اي كيف حالته؟ كيف لما تتكلم وكيف لما يبي الشيء ما نعرف على حفاضات نصنا شهرين محتمل نبزر هون الساعة نغسل له نرقده على نور ما يقدرش يقوم ولا عنده أي حركات. نازحين داخل قبل حبشة وشعة لنا 6 شهور هنا، وليقر والله 15,000 مشاه، وحالتنا كتعبانة ومعانا 10 أطفال، والراجل لا يشتغل ولا شيء ولا ما نحس بيه الله أنه الوكيل. والله خلي على الله بس أنا أسير هنا وهنا 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 طلب علاقك وعلاقه ومصاريف لبيتك نسعين من عمل، وأحيانا يكون ما فيش لنا خارج اليمن إيه محتمل إشارة التصوير بس عندي من وين وين نسير وين عملنا له الثالث عملية 10 أشهر إيه نصنا سنة نصنا الفراش أنا فعل يا أخي ليش قام صنوا حتى والله لا داخل الحافلة أنا عملت حسبي الله ونعم الوكيل. أحزرنا وإحنا نقري ولا زفر بو ولا شيء لنا سنة عمره 10 سنين نفعل. خرجت أنا بابا من البيت نشتري مقاضي إلى البيت، ثم تام بقنصي الحوثي إلى العمود الفقري، ثم حصل لي قنصي الحوثي في العمود الفقري، ثم انكسر فقرتين 10 و11، ثم حصل لي شلل نصفي، أرجوم ساعتي في مركز الأطراف في العلاج الطبيعي. أنا أخو الطفل عدي عبد الواحد الذي أصيب في حارة وادي السلامي برباشا بطلقة قناص الذي بتاريخ 29/10/2015، وهو ذهب وهو والدي إلى برباشا ليشتروا بعض الأدوات المنزلية، وحينما هم ذاهبين تم قنصه من قبل الحوثة من تبة الزنقول، وأدت له إلى شلل بالمنطقة السفلية،
وهو بحاجة إلى علاج طبيعي في مركز متقدم من العلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية. كان رايحين يتقضوا مقاضي البيت وتم قدسوا ليش؟ والله لا أعلم، لأنه قنصوا أكثر من واحد بالحارة، قنص هنا واحد هنا شرعبي، وهو الآن شلل. كان هو أبوك ماشيين طبيعيين وفجأة سقط. أيوه كان قازع هو ووالدي، بعدين بي كان قدامه، بعدين هو انقرص انه وهو صيح لبي بيقى يشوف له، وهو منور او خلاص ما قدرش يمشي، ما قدرش يتحمله، ما تحمله قليل، ما قدرش يتحمل بقى، رجعوا تحملوا انه اصحاب الحارة. ايوه قالوا انهيار نفسي، ما قدرش يتحمله. عمره الآن حاليا 11 سنة، وهو في الصف السادس الابتدائي. كيف حالته الآن؟ حالته والله حالته تعبانة، والظروف والذا، وهو بحاجة إلى علاج، وما فيش أي مساعدات من أي جهة. الحكومة ما التفتتش له، ما راح راح مرة ولا السودان، بس ما عالقونه ولا شيء، روح مثل ما هو، ما عالقونه ولا شيء. هو رجعنا هنا ندلكله هنا بمركز الأكاديمية اليمنية اللي عند الصفوة على حسابنا الخاص، تدريك لكي يعود مثل ما كان مارس الحياة الطبيعية. لا لا، لكي يعود مثل ما كان إلى الحركة الطبيعية ويرجع، بس هو ناقصه الآن علاج طبيعي، لأنه وقع له ارتقاق بالحبل الشوكي، الحبل الحق الشوكي. أيوة الحبل الشوكي الآن هو سليم، بس وقع له بس ارتقاق، خرج من محله قليل، وهو الآن بحاجة بس إلى علاج طبيعي، بس ما في بش حاجة الحمد لله. أيوة شلل نسوي، شلل في المنطقة السفلية، أدت له إلى فقد الحركة. كيف تعاني الأم؟ والله أمي تعبانة من حالة نفسية، بس الله يصبرها ويكون معها. هذان الطفلان ضحايا بشكل مركب، ضحايا بالدرجة الأولى لميليشيا تهاجم مدينتهم وتطلق النار عليهم دون أدنى شعور بالمسؤولية، وضحايا ثانيا لسلطات لم تتمكن حتى الآن من الوقوف على قدر التحدي الكبير وتغطية العجز والاحتياج لمزيد من الجهود لتقديم الرعاية والعلاج لجرح الحرب من المدنيين والعسكريين. استمرار الحرب يعني المزيد من الجرحى، والمزيد من الجرحى يعني استعدادا عاليا وتأهيلا كافيا للمشافي الحكومية أولا والأهلية ثانيا. لكن ما يحدث للأسف أن المستشفيات الحكومية تواجه ضغطا عاليا بقليل من الاستعدادات الفنية، بينما تحرص المستشفيات الأهلية على إبرام العقود مع الجهات المانحة دون أن تكون على قدر من المسؤولية، أو لنقل دون أن تكون على قدر كاف من الإنسانية لتحمل هذه الأمانة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ينضم إلينا بعده المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي للحديث عن جريمة قنص المدنيين وعن حق الضحايا في العلاج. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي. مرحبا بك سيد ياسر. أهلا بك بالسادة المشاهدين. اثنان من الأطفال من ضحايا جرائم القنص في مدينة تعز، شاهدنا قصتهما قبل قليل، والضحايا كثير بكل تأكيد. هل هناك إحصائية عن عدد هؤلاء الضحايا، ضحايا القنص في مدينة تعز؟ بداية دعني أشيد بقناة القيس الواقفة دائما بجانب الضحايا
ثانيا بالنسبه لضحايا، ساتكلم عن الضحايا، ضحايا الاطفال بشكل عام للعام 2017. نعم. للاشهر السبعه الاولى من العام 2017 سقط قتلى نتيجه الهجمات جماعه الحوثي 48 طفل، اضافه الى 3 قتلوا بسبب الالغام، وقتل 35 طفل بسبب ضحايا طيران التحالف العربي، إضافة إلى 17 طفل قتلوا بسبب الانفلات الأمني واشتباكات الفصائل داخل مدينة تعز. جماعة الحوثي هي الموسوم الوحيد التي وثق ضدها جريمة قنص الأطفال أو المدنيين بشكل عام. نعم. خلال السبع الأشهر الأولى من 2017 وثقنا مقتل 17 طفل بسبب قناصة جماعة الحوثي وقوات صالح في مدينة تعز تحديدا، عدا عن المناطق التي أو المديريات الريفية التي تشهد اشتباكات مسلحة أو صراع مسلح كمديرية الصيل والمخا وذباب والوازعية وموزع. 17 طفل قنصوا بسبب قناصة جماعة الحوثي المتمركزين على التلال المرتفعة، على العمائر العالية. هؤلاء الأطفال ليس لهم من جرم، ليس لهم من جريرة، غير أنهم يلعبون أو يلهون في منازلهم، جوار منازلهم. قبل أسبوعين الطفل أشرف كان يلعب مع أطفال، مع إخوانه، مع جيرانه في منطقة الشارع 30 شمال مدينة تعز. نعم. وجه إليه قناص حوثي سلاحه القناصة، صوبها على رأسه مباشرة، أرداه قتيلا. هذه الجرائم المتعمدة من قبل مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح ما هي إلا حلقة من حلقات الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي وقوات صالح ضد السكان المدنيين في محافظة تعز وفي مدينتها تحديدا. سيد ياسر، أنت استبقت، سيد ياسر أنت استبقت سؤالي عن ملاحظة تعمد القناصين لقنص الأطفال في مدينة تعز، لكن السؤال الآن هو لماذا بعد أن أجبت أن التعمد قائم وأن المسألة أكثر من مجرد انطباع لملاحظ ومراقب للأوضاع، لماذا يتم استهداف الأطفال بكل هذه الوحشية من قبل قناصي ميليشيات الحوثي والمخلوع؟ القانون الدولي جرم استهداف الأطفال والنساء باعتبارهم الأكثر تضررا والأقل احتمالا والأكثر خطرا والأقل احتمالا للهجمات والأقل احتماء، نعم، للعنف الجسدي الممارس ضدهم. جماعة الحوثي ومن خلال توثيقنا ورصدنا لعشرات الانتهاكات أو عشرات الحالات من الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال وتحديدا المميتة بطلقات القناصة، لا نجد سببا واضحا لهؤلاء لسقوط هؤلاء الضحايا غير التعمد والرغبة في استهداف هؤلاء الأطفال وقتلهم بصورة بشعة. هناك عشرات الأطفال، قلت لك قابلنا أسرهم، قابلنا ذويهم، لم نجد سببا كافيا أو مقنعا أو أجازه القانون الدولي لاستهداف هؤلاء الأطفال، خصوصا إذا ما ليس المسألة أن يجيز أي قانون، لا يجيز قانون في الدنيا ولا يعني لا في السماوات ولا في الأرض يجيز استهداف الأطفال، لكن القصد أنه يتم قتل هؤلاء الأطفال دون حتى اشتباه، يعني وهم واضحين للقناصين أنهم أطفال وأبرياء ويمارسون حياتهم الطبيعية ومع ذلك يتعرضون للاستهداف. حسنا، إذا انتقلنا إلى الطرف الآخر، فعندما يتحول هؤلاء الأطفال إلى ضحايا، يعني لاحظنا الآن شكاوى من مثلا والد أحد الطفلين الذين يعني عرضنا قصتهما، اضطر لجمع التبرعات والصدقات من فاعل الخير في الشوارع وفي الدكاكين لعلاج ولده. برأيك لماذا لا يتم علاج هؤلاء الضحايا بعد استهدافهم من قبل الميليشيا؟
دعني أكمل فكرة السؤال السابق. قلت أن ليس هناك من مبرر لقنص هؤلاء الأطفال، خصوصا أن الأماكن التي سقط فيها هؤلاء الأطفال ليست منطقة الشباكات. نعم. وليست ولا يوجد فيها حتى احتمال أن فيها مسلحين أو غيره من دواعي الصراع المسلح أو قواعد الشباك. نعم نعم، الفكرة واضحة تماما، لكن عندما يتحول الأطفال إلى ضحايا أيضا بالإهمال وبعدم الحصول أيضا على علاج، كيف يمكن النظر إلى مثل هذا الأداء في جانب الشرعية والسلطات المحلية في المدينة؟ هناك نوعين من القتل يمارس ضد سكان مدينة تعز وضد أطفالها تحديدا، هما القتل بالعمد والقتل بالخطأ. القتل بالعمد تمارسه جماعة الحوثي وقوات صالح مع سبق الإصرار ورغبتها في القتل ورغبتها في التشنيع وسقوط ضحايا من الأطفال. وهناك نوع آخر وهو القتل بالإهمال، تمارسه أجهزة السلطة الشرعية ومؤسساتها بحق مدنيي وأطفال تعز. الحكومة الشرعية لا تقوم بممارسة أدوارها المنوطة بها، لا تقوم بمسؤولياتها التي تمليها عليها وظيفتها الدستورية وظيفتها أثناء النزاعات المسلحة. كثير من الأطفال يموتون بسبب الإهمال الذي يحدث لهم أو التقصير بسبب عدم تسفيرهم، بسبب عدم وجود الإمكانيات الطبية في مدينة تعز، الحصار المفروض عليها، عدم تزويد مستشفيات تعز مما تحتاجه من مستلزمات وأجهزة وأدوية وغيرها مما يحتاجه علاج هؤلاء الأطفال. نعم. الحكومة الشرعية تتغاضى عن سكان مدينة تعز، عن ضحاياها تحديدا وخصوصا من الأطفال والنساء. هي تشاهد وترى وتسمع وترفع إليها تقارير أعتقد بشكل شهري عن هؤلاء الضحايا، عن وضع المستشفيات، عن وضع مدينة تعز، عن الحالة المأساوية للسكان، عن الوضع المأساوي أو الحالة المتردية التي يعيشها هؤلاء السكان وأسر هؤلاء الضحايا بسبب فقرهم وعوزهم وقلة حيلتهم إذا علاج هؤلاء الأطفال. نعم. الحكومة الشرعية لا تمارس أدوارها المنوطة بها كما سبق وأن قلت. نعم. ماذا سيد ياسر عن المنح غير الحكومية للمشافي، مثل يعني مشروع الملك سلمان؟ هل لا يزال يعني يعطي المشافي الخاصة منح لعلاج الجرحى؟ للأسف الشديد كل المناشدات التي وجهت إلى مركز الملك سلمان بعلاج الحالات المستعصية في مدينة تعز إلى حد اللحظة لم تلقى الاستجابة أو التجاوب الكافي مع هذه الدعوة، خصوصا مع حجم وكثرة هؤلاء الضحايا. هناك مستشفيين كان يعملان في المدينة يتبعان مركز الملك سلمان ومتعاقدان مع مركز الملك سلمان. هذين المستشفيين توقفا منذ شهر ونصف تقريبا، لم يعودا يقدما خدمة للضحايا بسبب أن مركز الملك سلمان لم يجدد التعاقد معهم. هنا أقدم مناشدة أو إلى مركز الملك سلمان بأن مستشفيات تعز تكاد تبدو معطلة من كادرها، من أجهزتها، من الخدمات التي تقدمها بسبب الميزانية التي لا تفي أو لا تكفي لتقديم خدمات لهؤلاء الضحايا. مستشفى الثورة، المستشفى الحكومي الأكبر في مدينة تعز، معطلة فيه أغلب الأقسام المهمة والتي كانت تقدم خدمة مجانية للضحايا، لكنها بسبب غياب الرواتب عن هؤلاء الموظفين، بسبب نقص الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوية وغيرها، لا تقوم بدورها كما يجب أن تقوم به بسبب لهذه الأسباب. نناشد مركز الملك سلمان، نناشد الحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة الصحة المعنية بهذا الأمر أن تقوم بواجباتها، خصوصا إذا مستشفيات مدينة تعز وما يقدمونه من خدمات ستغني الحكومة الشرعية من علاج هؤلاء الضحايا ومن تسفيرهم إلى البلدان الخارجية.
أجبت على الكثير من التساؤلات التي كنت أود طرحها عليك، ومنها تكفل هذه المنح غير الحكومية بمسألة تغطية نفقات العمليات الجراحية للمصابين. إذن ما هو الحل في هذا الوضع بعد أن شرحت كامل هذه المأساة الآن؟ هل فقط مسألة الدعم المادي هو المطلوب، أم أن هناك احتياج لمستشفيات ميدانية؟ وماذا عن تلك المستشفيات التي سمعنا أنها وصلت إلى المدينة واحتجزت، أو وصلت يعني وصلت إلى حدود المحافظة واحتجزت هناك؟ بالتأكيد محافظة تعز تحتاج إلى كثير من المستشفيات، خصوصا مع حجم الصراع المسلح وتزايد الضحايا بشكل يومي. تحتاج إلى مستشفيات ميدانية، تحتاج إلى تأهيل المستشفيات القائمة، تحتاج إلى دعمها بالكوادر الطبية، بالأجهزة والمستلزمات، بالأدوية. كل مستشفيات تعز تعيش وضع مأساوي، تعيش كارثة إنسانية بسبب توقف الدعم عنها، سواء من الجانب الحكومي أو من مركز الملك سلمان. الجانب الحكومي لا يقوم بدوره لدعم هذه المستشفيات، وخصوصا مستشفى الثورة الذي يمكن أن تغطي احتياجاته كل يغطي كادرها أو أقسامه كل مستشفيات كل ضحايا مدينة تعز. لكن للأسف الشديد قلت لك الحكومة الشرعية لم تقوم بواجباتها عودة سيد ياسر إلى موضوع قصتنا لهذه الحلقة، وهما الطفلين اللذين أصيبا برصاص قناصين. كيف يمكن حفظ حق هذين الطفلين المدني والحق يعني القانوني لمحاسبة قادمة، والحفظ حقوقهما فيما لو تم هناك أي محاكمات أو ملاحقات للجناة أو تعويضات؟ كل الجرائم التي تحدث في مدينة تعز أو في المدن اليمنية بسبب هذا الصراع المسلح لا يمكن أن تسقط بالتقادم، إضافة إلى أن هناك عدد من المواثيق الدولية المصادق عليها الجمهور اليمني ومنها اتفاقيات جنيف الأربع. حقوق هؤلاء الضحايا لا يمكن أن تسقط بالتقادم، سواء وجد القضاء اليمني أو استغلت المحاكم الموجودة في تعز وغيرها من المدن اليمنية. أضف إلى ذلك أن الحكومة الشرعية أقصد تحديدا المنظمات اليمنية تقوم بدور فعال في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات المرتكبة ضد السكان المدنيين، بدورها أن تقوم بحفظ هذه الملفات، أرشفتها إلى حين تتوافر الإرادة السياسية لتقديم هذه الملفات سواء إلى محكمة الجنايات الدولية التي يتطلب على اليمن المصادقة على نظامها الأساسي وهو نظام روما المشير لمحكمة الجنايات الدولية. إضافة إلى أن القضاء اليمني باستطاعته أن ينظر في هذه القضايا إذا ما توفرت الإرادة المطلوبة سواء من المجتمع الدولي أو الإرادة أو الحكومة اليمنية. نحن نشكي من غياب ملحوظ لأجهزة السلطة القضائية سواء في محافظة تعز أو غيرها من المناطق المحررة، نشكو من غياب المنظمات الدولية التي يمكنها أن تساعد هؤلاء الضحايا في تقديم شكاوى أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية. إلى أن يحضر القضاء سيد ياسر، إلى أن يحضر القضاء وتعود المنظومة القضائية المحلية أو يتيسر متابعة الجناح في محاكم دولية، ما هو المطلوب بخطوات؟ دائما أطلب من ضيوفي السادة المحامين أن يوضحوا للسادة المشاهدين خطوات معينة يتم من خلالها التوثيق لمثل هذه الجرائم والانتهاكات حتى لا تضيع حقوق الضحايا. هل أعطيتنا بعض هذه الخطوات التي يجب أن يقوم بها الأهل، الجيران، من هم حول الضحية من أجل توثيق الحالة وعدم ضياع الحقوق؟ الخطوات التي ينبغي على أهالي الضحايا القيام بها هي أولا استخراج كل الوثائق الطبية من المستشفيات وتسجيل هؤلاء الضحايا في مستشفيات محافظة تعز. الخطوة الثانية هي التوجه إلى الإدارات الشرطية الموجودة في محافظة تعز في مدينة تعز تحديدا لتقديم بلاغات وشكاوى بمقتل هؤلاء الضحايا.
الخطوة الثالثة هي استدعاء المنظمات الموجودة في محافظة تعز لرفض وتوثيق هذه الانتهاكات وأرشفتها حتى يأتي دور القضاء في هذا الجانب، إضافة إلى أنه وقد بدأت تتفعل أجهزة السلطة القضائية خصوصا جهاز النيابة العامة. ينبغي على أهالي الضحايا أن يتوجهوا إلى النيابة العامة لتقديم شكاوى بما حدث لهم بالانتهاكات التي يتعرضون لها. هذه الخطوات مهمة وضرورية في هذه اللحظة، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات المهتمة برعاية الشهداء والجرحى في مدينة تعز. هذه الخطوات ضرورية ومهمة لحفظ حقوق الضحايا لتقديم ملفات بالانتهاكات التي يتعرضون لها، هي مهمة للضحايا ومهمة لذويهم، ولا ينبغي أن يتكاسلوا عن هذه الخطوات. نعم، عن هذه الإجراءات والخطوات أيا كانت الظروف وأيا كانت الأسباب. هناك قصور وهناك عدم فهم وعدم وعي لدى كثير من أهالي الضحايا باتخاذ هذه الخطوات، لكن دورنا كمنظمات التوعية بهذه الجوانب، دور وسائل الإعلام أن تعي السكان بأن يقوموا بهذه الخطوات حفظا لحقوق هذه الضحايا. شكرا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات وهذه وتبيان هذه الخطوات المهمة التي يجب اتباعها إذا ما لا قدر الله أصيب أي من الأطفال أو المدنيين في أي مكان وليس فقط في مدينة تعز. المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، كنت معي من مدينة تعز، أكرر شكري. وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفلين المصابين عدي عبد الواحد وربيع عبد السلام تم الرصد، في أمان الله.